بيبقى موجود علشان الناس ما بتفكرش باسلوب ايجابي علمي او ايجابي. فعشان كده فور اكزامبل يعني انا جاي اقول لكم النهارده مثلا على ست حاجات بيخلوا الانسان ما يبقاش فاشل في حياته. اوكي كويس. احنا ليه بدأنا برقم ستة؟ لا ملوش عادي ملوش. هو في واحد اسمه توني روبنز قال ان كل انسان عنده ست احتياجات قبل ما يعمل اي شيء في الدنيا، اي شيء في الدنيا. يعني انا جاي النهارده، قبل ما اجي النهارده عارف انا جاي ليه من ست احتياجات دول. انت قاعده ما شاء الله عليكم بتقعدوا تصوروا حلقه 2 3 وبتتعبوا و بس عندك النيدز. الناس اللي مشاهدين دلوقتي عنده في الشغل تعبان، عنده بيزنس تعبان، عنده علاقه تعبان، الفشل ده كله قبل ما يقول انا فاشل او كده دايما يفكر نفسه ايه هي الاحتياجات السته اللي هو دخل في البروجكت ده علشانها. اوكي هقولهم بسرعه. طب ثانيه، لو اربعه مثلا موجودين مش كلهم تمام؟ طبعا لو واحده او اثنين او ثلاثه. اوكي عارفه انت يعني مش لازم السته، ليست قوه واحده ولا ولكن اثنين. بالظبط. بالظبط كده. لا the more needs we have اكتر. يعني فور اكزامبل اول حاجه السيرتينيتي، انا بعمل الموضوع ده، انا رايح الشغل ده عشان اخد فلوس عشان اعيش حياه. اوكي فانت ممكن تستحملي حاجه كتيره جدا، ودايما تذكري نفسك او مراته تفكروا خلي بالك انت ايه، روح هات لنا اكل العيش. فهو يعني عايز يعني بيتعب جامد جدا، وهي بتتعب جامد جدا عشان اكل العيش. اوكي او علشان يبقى في امان وظيفي. فده نيد مهم جدا طبعا. فمهما اتعب، مهما اروح ومهما اركب ميكروباص واركب مش عارف ايه واتعب في الدنيا، دايما ارجع للنيد بتاعي. انا بعمل الكلام ده علشان كله بيهون في الاخر مع استلامي للظرف الابيض الجميل بتاعتك. يس بس في بقت اي تي ام. بالظبط. رقم 2 تشالنج، انا بعمل حاجه وده بقى الدرايف بتاعي. انا بعمل حاجه علشان تشالنج جديد بالنسبه لي، ده بيديني تحدي ويخليني اكلم ناس ثانيه. فدون انا ليه بغير كل حاجه؟ بتحدى نفسي ولا بتحدى نفسي؟ لا بتحدى، لا الاخرين بالنسبه لي بيج زيرو. لان انا في كومبيتيشن ابقى احسن، عشان لما اموت او قبل ما اموت بالظبط كده اقول لا انا عملت وعملت 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 وعملت. سو عندي حياه ذاخره بالاكتيفيتيز والاتشيفمنتس. طب لو الحياه عند بعض من الاشخاص فيها روتين، يعني ما فيهاش تشالنج مع حد، يعمل ايه؟ يبدلها بايه؟ يعني انا عندي روتين في حياتي في شغلي مثلا، شغلي اوكي اعمل حاجه ثانيه في حياتي تديني البوينت دي. يس اوكي ماشي. اكتب حاجه، اروح اعمل تتمرن حاجه، اتعرف على ناس جديده بالظبط كده. وخلي الناس كده بتقول لي انا بشتغل وما اقدرش اسيب شغلي، لا شغلك هو بيديك السيرتينيتي، ولكن اعمل حاجه ثانيه تديك التشالنج. رقم 3 سيجنيفيكانس، ودي برده حاجه من اللي مخلياني اشتغل في حاجات جديده. سيجنيفيكانس يعني ايه؟ احساسي بنفسي، احساسي بذاتي، احساس ان انا متميز، احساس ان انا متفرد. يعني في ناس مثلا بتحب تيجي يجي هنا الشو معاكو علشان هو كويس قوي، وعشان يبان الدكتور كذا استاذه كذا مش عارف ايه. فاحساس طبعا مش غرور، ولكن انا بوب في الموضوع ده، فعايز اظهر، عايز اقوله. فده احساس بيخلي يدفع الناس ان هم يشتغلوا ويطلعوا من الفشل اللي هم فيه. رقم 4 لاف اند كونكشن، يعني بعمل حاجه علشان اكونكت مع الاخرين. لما مثلا بتسافري مثلا مع اولادك ولا مع زوجك ولا مع اصحابك وبتدفع فلوس قد كده، بس علشان النيد ان انت تبقي كونكت وكواليتي تايم مع الناس اللي بتحبيهم. 5 حاجه كونتريبيوشن، اشارك الاخرين. يعني في ناس كتير قوي بتعمل حاجات علشان يساعدوا الاخرين، عشان يكبروا الاخرين، ودي قليله جدا. يعني زي الدكتور مثلا مجدي يعقوب جه من السير مش عارف ايه، هو بيعمل الكلام ده كله ليه؟ والافات غيره، والافات غيره في مصر اللي عندهم بنك الطعام علشان تكونتريبيوت للاخرين. المدير اللي بيتعب ده علشان يكبر الشركه. اخر حاجه خالص الجروث، عشان اكبر سواء ماديا او معنويا. فالست حاجات دول بينشلوني في لحظه واحده من موضوع حلقه النهارده اللي هو الفشل. تاني كده سريعا الست اقولهم، انا فاشل، انا وقعت خلاص، هفتكر انا بعمل الكلام ده ليه؟ علشان احتياجاتي الاساسيه، علشان الفلوس تحدي الاخر فلوس او امان وظيفي عشان